ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي السلام، شوف شنو دار شاب لصاحبه في عز رمضان. عاشت زنقة عيرود قبل أذان مغرب يوم أمس الثلاثاء 8 رمضان بمدينة سطات على وقع طعن شاب على مستوى الكلي والقلب. وحسب معطيات أولية استقتها القناة، فإن الأمر أدى الذي استلزم إدخاله الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بسطات ليلفظ أنفاسه الأخيرة حوالي منتصف ليلة نفس اليوم. للإشارة، فإن النزيف الذي تعرض له الضحية رحمه الله إثر الاعتداء تطلب كمية من الدم لم تكن موجودة بسطات، ما حتم على أسرته الانتقال للبيضاء للحصول على كمية الدم المطلوبة، غير أنه بعيد عودتهم كان قد فارق الحياة في انتظار نتائج التشريح والتحقيق لرفع كل الشكوك وتوضيح الحيتيات ومسببات الوفاة. ونترككم مع هذا التعليق المؤثر لوالدة الضحية. هذا وليدي ولد جيراننا، كنا ساكنين حداهم وتحولنا من حداهم، هذه 4 سنين ولدي ما كيتخاصم معاه ما والو. دخل ولدي كيحسن عند الحلاق، كاين الحلاق اللي حسن عند ولدي، ودخل ولدي بالشعقور. كل ما الحلاق دور الكرسي كان ولدي كيطير لي راسو، كان غيموت شحال هادي. ملي ما قتلوش هذاك النهار حكاها فيه حتى البارح، ولدي غير دايز، كاين لا شي جار لا مناقشه لا حتى حاجه. عنقو لاح عليه يدو عنقو بحال كوخشه فيه الجنويه 3 المرات. هادشي اللي كاين، ما كاين لا خصومه لا عداوه بيناتهم. دابا هادشي معاش وقع بالضبط؟ وقع مع شي 6:30 بحال هكا، 6:30 العشيه يعني قريب المغرب. قريب المغرب مع 6:30 ديال العشيه صفاها لولدي. نعم. ومرتو داهي خرجت هي وياه، دخلوا الجنويه ودخلوا الدار، ورجعوا رجال الشرطه وخرجوا الجنويه وداو هو ومرتو. ما كاين لا خصومه لا والو، كاينين الشهود الكاميرات شاديه انه هو مخاصمش معاه. يعني الكاميرات كاينين الحوانت والجزاره ديال زنقة عيرود، راه شاده الكاميرا الدري غير دايز، راه قال لك شدوا كيعاودوا الدراري ولاد الدري. نعم نعم نعم، ما خليهاش ما عليا يدو. جاي ولدي مع الطريق قالت لي بنت الجيران انا كداويه معاه، وملي بان ليه ولدك دايز هو يبعد مني، وي تلقى ولدك هو يعنقو عنقو بحال هكا ويخشي فيه الجنويه 3 المرات. ما كان ودي لا مخاصم معاه لا مدار، ودي عمرو ما تخاصم. يعني ما كانش نزاع لا ما كاين نزاع ابدا ولا شي حاجه ابدا، ما كان لا نزاع لا والو. سمعت انا الناس لانهم كانوا واقفين، قال كان كيتسنى في النوبه ديالو عند الحلاق، جا السيد ضربو بشي 3 ضربات. ودي جا ناس اصلا الدرب غير عند ودي مشى عند الحلاق عبد الله كيحلق ديما عنده، واخا تحولنا كيجي يحسن. زنقة عيرو زنقة عيرو يعني غدروا الحاج غدروا وليدي غدروا الدرب مغدور. ولدي مات مغدور، ولدي ما كيتخصمش الشهود ديال كل شيء. الناس قالوا حاضرين دابا يا وكيدوا غير بالخير، ما كاينش ديالو كلهم شي كلمه الما اللي درويش. العيالات ولا في الجهله كلهم كيقولوا لي كلمه، العيالات ولا في الجهله. ولدي عمرو عنده عداوه مع حتى شي واحد، حتى مع شي واحد والو. ولد الصحراوية حاقد على ولدي هذه 4 سنين، والبارح قال لي ما باغي نقتل 4 وبديت بالمهدي. البارح قال لي قال لي 4 اللي باغي نقتل من زنقة عيرود، والبارح بدا بوليدي هو الاول. شواني في وليدي وقال احنا في وليدي، شواني في وليدي. صبري يا امي انتي راه مزويين صبري يا امي انتي، عاد عاود ليا واحد وزوني فيه. صبري يا امي انتي صبري وليدي حبيبي عاد عاود.